طب حضرتك بيم، يعني لو حبينا نلاقي تعريف البيم ايه هو؟ نعم، طبعا بتسأل 5 أشخاص عن تعريف البيم، بيعطوك 6 تعريفات. نعم، فالتعريف اللي أنا بتبعه هو التعريف اللي طورته بالريسيرش بالأبحاث، هو تعريف شامل أشمل من معظم التعريف الموجودة بالسوق أو يعني بمجال الأبحاث. BIM is a set of technologies, processes, and policies for building a virtual facility before it's physically built. هذا جزء مختصر تبعه. بالعربي BIM هو مجموعة من التقنيات وأساليب العمل وال كيف نقول policies بموضوع يعني الأشياء regulations والكودز والستاندردز، يعني كل هدول سوا هن البيم. فالبيم هو مش بس تكنولوجيا. نعم.